التي أقامت اليوم سوف تنفذ أم هي مجرد فعاليات تقليدية كما نراها؟ أوكي. شكرا جزيلا على هذا السؤال. في الواقع البرلمان العربي يعني داعم للتوجه العام في الوطن العربي بصورة عامة من خلال القيادة العربية والشعب العربي للدور المهم الذي تقوم به المرأة العربية، ولهذا السبب ارتأى البرلمان العربي أن يكون هو أول من يصدر وثيقة دعم مشاركة المرأة العربية، وليس حقوق المرأة العربية. حقوق المرأة العربية يعني أقرها الديانات السماوية منذ خلق الله الخليقة يعني، ولكن البرلمان العربي حرص على أن تكون لي يعني داعم لمشاركة المرأة العربية في صناعة المستقبل بصورة عامة. ولهذا السبب يعني احنا ارتئينا في البرلمان العربي من خلال خطة عمل وطريق خارطة طريق ابتدت بموافقة البرلمان العربي وتبني البرلمان العربي لهذا المشروع، وإقامة ورش في عدد من العواصم العربية، والخروج بتوصيات يعني مهمة جدا. تم دعوة خبراء من الوطن العربي بصورة عامة لمناقشة هذه التوصيات والعمل على تنقيح هذه التوصيات، واليوم نحن في المرحلة الأخيرة بصورة عامة لوضع يعني الخطوط النهائية مشروع الوثيقة، ومن ثم سوف يكون هناك مؤتمر لهذه الوثيقة وترفع لي أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والقيادة العليا في الوطن العربي لإقرارها ولاعتمادها، تكون يعني مرجع لما يراه الشارع العربي والبرلمان العربي والمعنيين بصورة عامة بحقوق المرأة وضعت على طاولة القيادة العليا. أهم البنود اللي بتتضمنها هذه الوثيقة؟ الوثيقة تناولت كثير من المحاور الرئيسية، وأهمها المشاركة السياسية للمرأة العربية، المشاركة الاقتصادية، المشاركة الاجتماعية يعني والمجتمعية، التعليم، حتى في الأمن القومي العربي. نحن الأمن القومي العربي يتركز في الأسرة، إذا كانت الخلية آمنة والخلية والأسرة معناتها الأم، معناتها المرأة، من خلال يعني وجود المرأة المتعلمة الفاهمة يعني القادرة على تمييز الصح والخطأ. فمن هذا المنطلق يعني يكون عندنا مجتمع آمن، إذن سيكون عندنا وطن عربي آمن، إذن سيكون هناك عالم آمن بصورة عامة. شكرا دكتور محمد.